نسألك ونتوجه إليك في هذه الساعة أن ترحم شيخنا بالرحمة الواسعة وأن تدخله في الحضرة الجامعة. اللهم إنه عاش مجاهدا مهاجرا منتقلا من بلد إلى بلد يرفع راية لا إله إلا الله ويحبب الناس في سيدنا مولانا محمد رسول الله. كم شيد من منابر العلم ومناهر الخير، وكم له في إطعام الطعام وجبر الخاطر ورعاية المساكين ودعم طلبة العلم. اللهم إنه عاش على هذا الأمل، وإنه أراد أن يحيي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم فاجعل هذه الساعة من أبرك ساعاته، ومن أطيب ساعاته، ومن ألذ ساعاته، اطوي المسافة واجمعه بأجداده وأسلافه من السادة العلويين ومن الأجداد المباركين ومن أهل الكسى ومن سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم زد في حسناته وضاعف في مثوباته وتجاوز عن سيئاته، واجعل الليلة يا الله ليلة الدحنان، ونتمثل ما قال: زفت عروس الرضا للمنزل الخضلي والروح استودع المثلي. اللهم إن استودعنا هذه الروح الرقيقة الناعمة اللطيفة التي ما عرفنا منها إلا الحنان، اللهم فأدخله إلى دائرة حنانك يا حنان، ودائرة امتنانك يا منان، واجزه عنا وعن أولاده وأحبابه وطلابه ومريديه وأمة سيدنا مولانا محمد خير الجزاء خير الجزاء خير الجزاء، واجمع له في هذه الوفاة بين بركة الشام واليمن، واجعل هذه الساعة من توالي المنن برحمتك يا أرحم الراحمين وكرمك يا أكرم الأكرمين. لا نقول إلا ما يرضيك، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم تقبله في السعداء والشهداء، واجعل آثار هذه الأمراض المتوالية وهذه الأتعاب يا رب زيادة 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 له في مقابلتك وإقبالك وما تتحنن به عليه في هذه الساعات. يا الله يا الله يا الله يا الله، نسألك في هذه الساعة أن تجعل يا رب له من فائضات الامتنان والروح والريحان ما تقر به عينه ويطيب به حاله يا الله. اللهم لقنه القول الثابت والعمل الصالح، واجعل له يا الله واجعل له خير ما أعطيت المنتقلين، وخير ما أعطيت من توفيتهم من عبادك الصالحين. اللهم إنه صفيك وإنه خليلك وإنه حبيبك، وإنه عاش على هذا الذكر وعلى هذا الفكر وعلى هذا الشكر. اللهم فلقه النظرة والسرور برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين الخلد، واجعله في أعلى مراتب الجنان يا حي يا قيوم. هذا الدعاء يا ودود هذا الدعاء يا الله، بأسمائك سألناك وبجاه نبيك توجهنا إليك، وبالسلسلة دخلنا يا الله في هذه الساعة أن تلحقه بأبيه وأن تلحقه بشيخه وأن تلحقه بأسلافه يا الله، بأسلافه الزيان يا الله، يا الله بأسلافه الزيان يا الله. يا حنان يا منان يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان، ارحم شيخنا أستاذنا مربينا والدنا.